بعد ما شفنا السقوط الحر باحتكاك بدون احتكاك وشفنا حركة القذيفة في مجال التقالة، نشوف دابا حركة جسم على مستوى مائل وفي مجال كاروساكي ثم مجال كهرومغناطيسي. الان نبداو بحركة جسم صلب على مستوى مائل. الو غادي ندرسو يتزلج او لا ينزلق متزلج في الألعاب الأولمبية الشتوية فوق سكة مائلة وبدون احتكاكات. احنا كنتكلموا على متزلج، كنتكلموا على الالعاب الشتويه، اذا هذا السطح المائل اش كيتزلج؟ فيه الثلج، يعني الاحتكاكات قليله في هذه الحاله ديال الثلج. دونك عندنا المستوى المائل بواحد الزاوية ألفا، ثم عندنا نقطة أ نقطة ب والمتزلج بينهما. دونك هنا هنا ندير هنا يتزلج. ألوغ دونك كينزل من نقطة أ بدون سرعة بدئية يعني VA تساوي صفر، ثم كينزلق فوق هاد السكة. ألوغ بطبيعة الحال باش يقفز غادي نزيدو ليه نورمالمون من بعد هاد السكة سكة أخرى مائلة. دونك مثلا بحال هاكا باش منين يجي من هنا بواحد السرعة يتزلق، دونك يمشي يقفز عادي ينزل على شكل شل جامي، اللي في هذه الحالة غادي تكون الحالة اللي شفنا ديال القذيفة ديال حركة القذيفة، بينما التزلج هنا غادي يكون في حركة على مستوى مائل. الوغ نتكلمو على القوى المطبقة. دونك هذا ما كيهمناش دابا، خدامين في المستوى المائي. الوغ القوى المطبقة على المتزلج عندنا الوزن ديالو هو الوزن بي، وعندنا بما انه كيتحرك فوق سطح اذا عندنا تاثير السطح اللي هو تاثير السطح او قوه الماء تماس اخ نقدروا نرسمهم. القوه الوزن بي غادي تكون من مركز القصور نحو الاسفل هي بي، ثم تاثير السطح اغ قالوا لنا انه لا توجد احتكاكات، يعني اغ غادي تكون عموديه على السطح. اذا الى رسمنا هنا غادي تكون بحال هكا، اسمها بلون اخر تجي من هنا اللي هي القوة اغ. الوغ قبل ما نطبق قانون نيوتن نقدروا نتكلموا على الشروط البدئيه اللي غادي نحتاجوها.
Alors, شروط البدئية. Alors, هنا بما أن الحركة تتم مستقيمة في هذه الحالة، وي ما قلناش، ولكن الحركة في هذه الحالة مستقيمة، لأن المتزلج كيبقى لا سقف فوق السكة، يعني ماشي غادي تيتزلج وكيقفز ومن بعد كينزل ومن بعد كيقفز ومن بعد كينزل، لا، ولكن كيبقى ملتصق بالسكة وهو نازل مع السكة، إذا الحركة مستقيمة. يعني في الشروط البدئية غادي نحتاجو فقط شرطين بدئيين. دونك عند تي يساوي صفر خاصنا إكس ديال صفر وخاصنا في إكس ديال صفر. ألوغ باش نعطيو إكس ديال صفر وفي إكس ديال صفر خاصنا نحددو واحد المحور اللي غادي نخدمو عليه. ألوغ المحور بما أن الحركة مستقيمة دونك غادي ناخد واحد المحور اللي غادي يكون موازي للحركة، نقدرو نديرو المركز ديالو في النقطة أ، وغادي ناخدوه بحال هكا تدوز من مركز القصور وغادي يوازي السطح المائل والمنحى ديالو نحو الأسفل. إذن المركز ديالو هو أ والمنحى ديالو نحو الأسفل. إذن نشوفوا دابا الشروط البدئية. عند لحظة تي يساوي صفر فين كان هذا المتزلج؟ هذا كان في النقطة أ، يعني كان إكس ديال صفر ديالو يعني الأفصول ديالو يساوي صفر. أشنا هي السرعة ديالو عند اللحظة تي يساوي صفر؟ قلنا أن السرعة في أ تساوي صفر، يعني بدون سرعة بدئية إذن في إكس ديال صفر يساوي صفر. نجيو دابا نطبقو قانون ديال نيوتن على المتزلج ونخرجو التسارع. دونك نطبق قانون نيوتن على قانون نيوتن الثاني على المتزلج اللي غادي يعطينا مجموع القوى P زائد R تساوي M أجي. ألوغ قلت تكلمنا على الحركة وقلنا الحركة مستقيمية وتتم حسب المحور، دونك المحور اللي رسمنا اللي هو AX. إذن نسقط العلاقة، هاد العلاقة المتجهية على AX. طبيعة الحال المحور ماشي لا بدا خاصو يبدا من OX ولا OY، المركز ديال المحور يقدر يكون A يقدر يكون B على حسب النقطة فين درنا البداية. هنا سميناها A، إذن المحور هو AX. دونك نديرو دابا الإسقاط. ألوغ الإسقاط ديال بي، بي هي المتجهة ديال الوزن، دونك نزلة نحو الأسفل وبغينا الإسقاط ديالها على هذا المحور. دونك إلا رسمت الإسقاط ديالها على المحور خاصني نرسمو بتعامد مع المحور، يعني تكون عندنا زاوية قائمة هنا. ألوغ إلا كملت هذا المحور الآخر اللي فيه المتجهة R، ألوغ هاد الزاوية ألفا اللي عطاونا ديال المستوى المائل كنلقاوها في هاد الزاوية هنا، يعني هاد ألفا كتساوي هاد ألفا. ألوغ علاش خاصنا نفهموها؟ دونك ديجا تكلمت عليها جو بونس في لافيد ديال 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 القوانين ديال نيوتن. عندنا هاد الزاوية عندها جوج ديال الأضلاع وهادي جوج ديال الأضلاع، والضلع الأول ديال هادي اللي هو هذا
عمودي على الضلع الاول ديال الزاويه الفا، والضلع الثاني اللي هو بي عمودي على الضلع الثاني ديال الزاويه الفا. اذا جوج الاضلاع، الاول عمودي على الاول والثاني عمودي على الثاني، اذا هاد الزاويه الفا كتساوي هذه. بقات لنا الاسقاط اللي بغينا حنا. الاسقاط اللي بغينا هو بي، بغينا نسقطو على ا اكس، يعني هي هاد المسافه هادي. الوغ في هاد المثلث هذا، هاد المسافه هي نفسها هادي. دونك الطول ديال هادي هو هذا هو بي اكس. علاش كنقلبو؟ الاسقاط الاخر هو بي ايغريك، والطول ديال المتجهه بي هو بي. راه نحاولوا نرسموا هذا المثلث هذا، نكبروه هنا باش يبان مزيان. دونك عندنا دونك المتجهه بي اللي الطول ديالها هو بي، دونك هذه هي المتجهه بي. ثم عندنا المثلث القائم الزاويه، هنا عندنا الزاويه الفا، هذا الضلع هذا هو بي اكس، والضلع الثاني هو بي ايغريك. الوغ باش نلقاو حنا الاسقاط اللي بغينا اللي هو بي اكس، كنشوفو الكوسينوس والسينوس ديال هاد الزاويه. الوغ باش ناخذو بي اكس، غادي نحتاجو بي اكس هو الضلع اللي امام او المقابل ديال الفا، يعني نحاولو السينوس ديال الفا. السينوس ديال الفا يعطينا الضلع المقابل على الوتر، يعني بي اكس على بي. يعني من هذيك يعني ان بي اكس يساوي بي في سينوس الفا. الا بغينا بي ايغري غادي نستعملو الكوسينوس ديال الفا، غادي يعطينا بي المحادي، الضلع المحادي هو بي ايغري مقسوم على الوتر ديال المثلث هو بي ايغري على بي. اذا بي ايغري هو بي في كوسينوس ديال الفا. الوغ اللي محتاجين حنا بطبيعة الحال هنا هو بي اكس. اذا الاسقاط ديال بي علاش كنقلبو؟ هذا هو بي سينوس الفا. بقات لينا واش غادي نديرو زائد بي سينوس الفا ولا ناقص بي سينوس الفا. كنلاحظو ان بي المتجهه بي غاديه في نفس المنحى ديال المحور ا اكس، دونك هادي غاديه من اليسار لليمين وهادي غاديه من اليسار لليمين. اذا غادي نديرو زائد بي، زائد بي سينوس الفا. دونك هنا عطانا زائد بي سينوس الفا. ثم الاسقاط ديال ار، الوغ ار هي عموديه على السطح، اذا ار عموديه على المستقيم ا اكس، محور ا اكس. اذا الاسقاط ديالها عالي غيعطينا صفر، كنا صفر يساوي الاسقاط ديال ا جي هو ا اكس دو تي. دونك هذا هو الاسقاط على المحور ا اكس. دونك غادي يعطينا ام ا اكس دو تي يساوي بي اللي هي ام في جي في سينوس الفا. نختزلو بام، غادي تبقى لينا ا اكس دو تي تساوي جي سينوس ديال الفا، اللي هي المعادله الاولى ديال التسارع. خرجنا المعادله ديال التسارع، نقدروا دابا ندوزو للسرعه باستعمال الداله الاصليه.